سيراميك الجوهرة، اختيار المهندسة منى حسين. الدفى اللي في الشارع المصري بينعكس على شغلي وتصميماتي، وده واضح في الفنادق اللي عملتها في الجونة وفي بيوت كتيرة صممتها في مصر. وفي السيراميك بالذات بحب استعمل سيراميك الجوهرة. تصميمات وألوان سيراميك الجوهرة بقدر أوظفها وأوصل بيها إحساس الدفى ده، مش بس في الحمام، في كل ركن في البيت. الجمال الذي يعيش ويدوم. سيراميك الجوهرة، اختيارك